تبعتلك ليه الدبل تحية زيد اخي زيد ربي يمشي ربي حمد الحركات ديالو فرونشمون برافو تنقول برافو على الاستاذ ديالو اسمك الله حميد عنون حميد عنون اللي عطانا واحد الحركات اللي يديروها تبارك الله الابطال ماشي غير ابطال كبار تيديروا هاد الحركات هادو نخليوه يهضر شويه على النفس ديالو كيفاش انت كتعرف الرياضه هادي كيفاش تعلمت هادشي وشكون الاستاذ بالنسبه لك الاستاذ ديالي سميتو ابراهيم كنتريني في الجمعيه اللي سميتها جمعيه الضفره للتنميه كندير الرياضه ديال فول كونتاكت لايت كونتاكت لايت كونتاكت لايت كونتاكت الحركات اللي خدمتي شحال ديال المده باش تعلمتي هادشي مده قصيره ماشي شي حاجه صعيبه كان الاستاذ كيعلمنا منها مني شويه كنبغيتش مغادا بجد من المقابلات نقدر نقول لك شي 4 ولا 5 د المقابلات خسرت من مقابله وحده اللي واحد كبر مني في الميزان وكبر مني حتى في العمر يعني شي واحد صحيح برافو بغاو لي الخير باش نتعلم برافو بغاو لي الخير اذا انت غتحرى على الصديق ديالكم مزيان برافو برافو بالنسبه للكونفيرونس صراحه بحال الحقيقه هي جات فاجعه ولكن الحمد لله تيسرت الامور ورجعنا للميادين غير حنا دابا راجعين شويه بشويه على حسب التسيير ديال السلطات المحليه يعني بالنسبه للسلطات اللي قالت لك اودي راه خاصك تحبس في هذا الوقت راه سي نورمال راه خصنا نطيعوا الامر خصنا نحبسوا في ذاك الوقت بالنسبه للتلاميذ يعني كاين اللي رجع بروح رياضيه وتحدى ورجع كيتريني عادي ومن طبيعه الحال درنا في الاول الاحتياطات اللازمه وباقين فيها بالنسبه لبعض التلاميذ راه مازال ما رجعوش هاي كيما عرفتوا كان لاصال تبارك الله عامره واللي ضيقنا هو هذا الوقت ديال الثمانيه اللي تنحبسوا فيه ومعروف على الجمعيات ما كيسالوا تقريبا حتى لشي 10 حيت من بعد 6 وحتى كاين واحد الظرفيه اللي هما التلاميذ يعني من المدرسه تخرج حتى 6 ونص حنا اضطرينا نديروا 6 وكاين اللي كيجي مع 6 وكاين اللي كيجي حتى 6 ونص المهم اش كنقول لك تنلعبوا هكا وهكا وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهذه الجائحه اما بالنسبه للماديات غادي نقول لك ما شاء الله تقصحنا شي شويه ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد المهم تنشكر الله تبارك وتعالى اللي جات عند الله مرحبا بها بالنسبه للرساله ديالي غير بالنسبه للرياضه انا غنعطي رساله على الرياضه بطبيعه الحال بالنسبه لهذه الرساله ديالي للجامعه باش يعني من بعد هذا الكونفيرمون ان شاء الله نهضوا بهذه الرياضه هذه بان الابطال ديالنا غيضيعوا وكل صراحه يعني تصوري انت دابا العام كامل تقريبا ما لعبوش الحاجه الوحيده اللي درنا الامتحان وكاين اللي كتعرف بينا سبورت فور كونتاكت سبورت كومبا الا ما مارش الدري الكومبا حنا دابا كاين الناس كتغامر ولكن حنا ما نقدروش
فهمت؟ اللي كنتمنى انا ان شاء الله وهو من انتهي الجائحه هذه تكون المشاركه بكثافه، يكونوا لي ستاج، يكون الى اخره، وهذه الاضافه ديالي باش نشحوا هذا الابطال، وهذا هو. وشكرا. اليوم تنتواجد مع الاخوان هنايا اللي كنت ديجا درت معاهم واحد ستاج هنايا ديال السيفونس، كان لي الشرف انني نكون معاهم، اللي كان خليت واحد البصمه زوينه وخليت واحد تبارك الله واحد من احسن لي ستاج اللي دوزته هنا في المغرب، اللي كان تبارك الله واحد النظام اللي حتى نقولوا يعني وواحد واحد الروح الرياضيه اللي كانت فيهم. فعاود جيت هذه المره هذيك بالضروري ندوز نسلم على الاخوان هنايا، يعني تتبقى واحد العلاقه زوينه، وان شاء الله كما قلت لكم انا في الحصه اللي كندوز هنايا ان شاء الله غتكون واحد الشراكه بيننا وبين اوروبا، ونتمناو ان شاء الله الجائحه تدوز على خير وبخير وتعاود وترجع الامور كما كانت هنا في المغرب، وكل شيء ان شاء الله كما قال الاستاذ ان الرياضه مهمه، الدراري خاصهم الرياضه، خاصهم ان شاء الله يعني، والوقت اللي عاطينه هنا ديال من 6 ل 8 فهو وقت ضيق جدا، حتى نحسوا به كاستاذ يعني تكون خاص واحد شويه لوطون، خاص الدراري كاين اللي تيخرج مع 6 من القرايه وكاين اللي تيدخل وكاين هذا، يعني خاص كل شيء يجي يرجع زعما الطبيعه العاديه اللي كانوا فيها من قبل، فمهم جدا الرياضه والنفسيه هذا تتلعب على النفسيه، يعني هذا هو اللي كيتمنى ان شاء الله هذا الشيء يفوت. وشكرا وشكرا للفجر، اخبار الفجر المغربيه ومريم الزكراوي الصحفي المتالقه. شكرا.